حقيقة حمام العليل من النواحي المتميزة بطبيعتها الجغرافية والسكانية نجي من باب الجغرافية فهي منتجع سياحي حيث فيها المياه المعدنية وهذه المياه من سابق الزمان بها عيون أغلبها تكون للتداوي والأمراض الجلدية والمفاصل فانشأنا بها حمام العليل اللي هو حمام سياحي حاليا قبل فتره تم افتتاحه كان اكو بها حمامات سابقه لكن هذا الحمام كان حمام جديد يعني تقريبا قبل سنه او سنتين تم افتتاحه وبطرق حديثه جيده جدا كان فيستقطب سواح كثيرا اضافه الى المناطق الزراعيه بها والمناطق السياحيه والمناظر الخلابه التي توجد بها وحقيقة هي قريبة على مدينة الموصل حيث أنها تعتبر منتجع سياحي لجميع أهالي نينوى دائما السواح يجونك من كربلة من النجف من بصرة من بغداد من الشمال خصوصا يعني مناطقنا الشمالية يعني رغم الجمالية اللي عندهم فيجون ينبهرون بالموجود بالمناطق الموجودة في حمام العليل احنا عندنا كلية الزراعة الغابات اللي هي كانت يعني الكلية الأكبر كلية في الشرق الأوسط من ناحية المساحة ومن ناحية التربة ومن ناحية الإنتاج، فاحنا قبل أسبوع كان عندنا لقاء مع السيد المحافظ في مستشفى القيارة، فمن ضمن المشاريع اللي ذكرها السيد المحافظ هي إنشاء مستشفى بسعة 50 سرير يقول تمت الموافقة عليه إن شاء الله، وكذلك يقول تمت الموافقة على إعادة كلية الزراعة والغابات. وحقيقه أه احنا نتأمل خير ان شاء الله، وان شاء الله بجهودكم الاعلاميين خصوصا انت يعني انتم هم دوركم فعال في نقل هذه الواقع، واكيد انتم شفتوها وشفتوا طبيعه الطبيعه الموجوده في حمام العليل، فنرجو منكم هم تنقلون هذه وان شاء الله تكون رساله الى جميع محافظاتنا في القطر. الواقع السياحي يرد دعم كثير، قبل انا اول ما جيت سنه ال 84 الباصات معبر الكورنيش والناس تنام بالشوارع يجي السائح المصلاوي 5000 كثير اذا عنده خمس نفرات يحط 25 وجديد الدولمون 25 هاي 50 والبنزين 25 75 فلازم انه ينزلون ال 50 ال 5000 يصير 3 وطرحتها على محافظه نجم وعلى هذا المحافظه الثانيه امتدت زيت خبر لازم يصير قبل كان بلاش ايش تحتاج بعد مرافق؟ كان يكون اول شيء المستشفى تنعاده لان واحد يقع على غفله واحد كذا وبعدين مجلس الإعلان هذا ما كان ما عنده يجب ان يهتمون بهذا الشيوخ هاي ها مات. انا آه كنت ماخذ الحمام 30 سنه ابوي كان الحمام كانوا سياح يجون من البصره من العماره وينامون بالشارع بالجزر الوسطيه مقابل الحمام ما هم لا يعني يفرشون يفرشون كل من يفرشون ما هذا لان يعني مكان واسع يعني تعرف انت وكل من جاء 20 باص 30 باص يجي ومشكورين مشكور السيد المحافظ ومشكور كل الاجهزه والاجهزه الامنيه حيل زينه الاجهزه الامنيه حيل زينه وحيل يعني مرتاحين الحمام يعني كيفك براحتك كل شيء ماكو فيها وامان واستقرار